هاي عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا سارة سمير، والنهاردة هعمل لكم ماسك تحفة لجفاف البشرة في الشتاء. ده ماسك الشتاء، مغذي جدا للبشرة وبيقضي على جفاف البشرة، بيعالجه وبيخلي البشرة جلوينج زي الازاز، بتلمع جدا جدا وناعمة جدا 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 وما فيهاش قشور ولا اي حاجة. الماسك ده مناسب للبشرة الجافة قوي او اي بشرة ما يكونش فيها حبوب. لو بشرتك دهنية او فيها حبوب هقولك تستبدلي ايه بايه وهقولك تعملي ايه. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة ازاي. اول حاجة معانا هنستخدم بيضة. هجيب البيضة، هاخد الصفارة، بس هفصل الصفارة عن البياض، بيكون فيها حاجات مغذية قوي قوي للبشرة. خلاص احنا فصلنا البياض عن الصفار، واحنا من الوقت مش محتاجين البياض. هاخد صفارة البيضة وهبدأ ان انا احط عليها زيت زيتون كم نقطة كده. ولو عايزة تعززي الوصفة ممكن تحطي سيرم لبان الذكر، تحطي 3 نقط، او تحطي فيتامين اي. هعمل لهم ميكس كده. احنا كده خلطنا خلاص صفارة البيضة مع زيت الزيتون وعملنا ميكس لحد ما بقى قوامه كده. باخد الماسك بتاعي بفرده على كل بشرتي وحوالين عيني، هو ناعم جدا جدا ومفيش اي ضرر منه. هستنى لحد ما الماسك ينشف ويتفرد على كل بشرتي. البشرة بتكون 3 طبقات، زيت الزيتون بيكون تقيل جدا فبيخلي البشرة الثلاث طبقات يمتصوا الماسك مش الطبقة الخارجية بس. وبستنى لما ينشف وبعد كده بروح غسلة بشرتي بحاجة طبيعية. ده الغسول الطبيعي مدعم بالفيتامينز وحاجات كتير قوي بحب استخدمه دايما في الشتاء لبشرتي، لان بيحافظ على البي اتش بتاع البشره. ولو انا بالنهار هرطب بسيرم جل، لو انا بالليل برطب بسيرم زي اويل كده علشان يكون سهل على الجلد ان هو يمتصه. طب لو بشرتك دهنيه او فيها حبوب ما بتستخدميش زيت الزيتون في الوصفه، بتستبدليه بجل صبار. طبعا في معلومه مهمه جدا حابه ان انا اقولها لكم، ان الماسكات نوعين، في ماسك بيكون مغذي للبشره وماسك بيكون سكراب للبشره. ده من الماسكات المغذيه ممكن تستخدميه من مرتين لثلاثه في الاسبوع عادي جدا. بلس كمان ان صفار البيض مع زيت الزيتون بيعملوا مفعول حلو قوي 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 في معالجه جفاف البشره، بيخلي 3 طبقات البشره يتشربوا الماسك ده وبالتالي بيغذي بشرتك جدا جدا. ولو بشرتك دهنيه هي اوريدي ربنا خلقها مترطبه جاهزه، فلو انت حابه ان انت تعمليه ممكن انت تستخدمي جل صبار مع صفار البيض بدل زيت الزيتون عشان الحبوب. وبكده انا النهارده خلصت الوصفه بتاعتي، ماسك الشتاء بتاعنا الحلو الفظيع. خلصنا خلاص وصفتنا، اشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. ولو في اي اسئله او اي حاجه عايزين تسالوا عليها سيبولي في الكومنت.